انتشر في الآونة الأخيرة عدد كبير جدا من المواقع على الإنترنت على السوشيال ميديا بتهتم اهتمام كبير جدا بالعيلة، بتهتم اهتمام جدا بالحالة النفسية للعيلة وإرشادات أنك أنت ممكن المفروض أنك أنت تعمل كده كأب، المفروض تعمل كده كأم، المفروض أن أنت تخلي بالك كطفل ابنك، يبقى المفروض تخلي بالك من أمور معينة. عدد كبير جدا من المواقع عندنا النهارده بنتكلم عن موقع من هذا المواقع هذه المواقع، وعرفت من ضيفتي ان الموقع ده هو موقع الاساس بتاعه في الاردن، بلد شقيقتنا الاردن. الموقع ده هو اسمه حياه عيلتنا، حياه عيلتنا، متخصص في عدد كبير من الامور. وضيفتي كمان هي مخرجه واعده بتعمل أفلام روائية قصيرة وأفلام تسجيلية. من ضمن الأفلام اللي أنتجها الموقع الخاص بحياة عيلتنا فيلم اسمه رجالة سند. ضيفتي الأستاذة ماجي مرجان. صباح الخير سيادة المخرجة. صباح الخير أستاذ أشرف. إزي حضرتك؟ الحمد لله كويس. طيب هستأذنك الأول كده ناخد فكرة عن موقع حياة عيلتنا وبعد كده نخش على الفيلم بتاعك. موقع حياة عيلتنا ابتدى من 3 سنين في آخر سنة 2015، وابتدى مجموعة من الأبهات والأمهات اللي عايزين يشاركوا خبراتهم وتحدياتهم في التربية، فابتدوا هم يكتبوا اللي عنده مثلا مشكلة انه ابنه مش بيحب يعمل يسمع الكلام او ياكل اكل معين او كده، فالناس ابتدت تكتب. وبعدين بقى في اخصائيين و علماء نفس سايكولوجيست برضو بيكتبوا في نفس المدونة نصايح للأهل ونصايح للأمهات والأباء. وبعدين حاليا ابتدى حتى يبقى في بعض المراهقين بيكتبوا زي ما بيقولوا يعني زي نصايح لأبهاتهم ازاي عملوهم وهكذا. فهو كان ابتدى من دافع حقيقي، يعني ناس حقيقية عادية، مش ناس جاية تدي نظريات، ناس من الواقع عايزة تقول خبراتها وكآباء وأمهات في تحديات بتواجه كل وفي الناس. وفي نفس الوقت في مثلا أطباء أو في متخصصين في إن هم ممكن يردوا ويدوا نصايح. طبعا في أطباء نفسيين وفي متخصصين تربية ويعني في ناس بتدي نصايح. المدونة بتعمل مقالات، يعني في ناس بتكتب وبتعمل فيديوز كمان. حضراتكم الإعداد كاتب لي هنا إن هم عملوا حملة للتوعية عن الإساءة الجنسية للأطفال، وقد وصل حجم المشاركة حوالي 8 مليون مشاهد خلال شهرين. يعني في خلال شهرين في 8 مليون شخص دخل واتكلم عن وقرا الحملة الخاصة بالإساءة الجنسية للأطفال. حضرتك اللي كان ليكي علاقة بهذا الموضوع أو عملت لهم حاجة بخصوص هذا الموضوع؟ لا، ده كان فيديو كرتون. كرتون قصير، فهو كان بيعمل توعية للأطفال ازاي يعني يحموا نفسهم، وكمان توعية للأهالي. وكان الرد فعل إيجابي جدا لأنه ناس كتير قوي شاركت بالفيديو ده، وناس كتير جدا كمان يعني عرفت تحط كلام لخبرات حصلت لها وعرفت تطلب مساعدة. أنا بشوف كتير قوي من المصريين حاليا بيخشوا على مواقع وبيتكلموا ويناقشوا، وزي ما حضرتك بتقولي وخصوصا في مجال الصحة ومجال يعني مريضة بكذا أو مريض بكذا، فبيخش يعرف من الموقع ده خبرة الشخص ده في هذا المرض والدكتور قال له إيه وهي ردت عليه إيه، كأنه بالضبط قاعد في عيادة. ده نفس الحكاية في الموضوع الحاجات الاجتماعية اللي بتحصل في هذا الموقع. أي مدونة، أي حاجة على الإنترنت بتبقى هدف، يعني واحدة من الأساسيات بتاعتها إن الناس بتشارك بخبراتها، زي بالظبط ما حضرتك قلت، يعني كل واحد بيحصل بيكتب ده حصل لي وأنا عملت كده وهكذا. الفكرة إن يبقى كل الناس رأيها مسموع في بلاتفورم، في مساحة على الإنترنت بتخلي في تفاعل بين الناس وبعض، ده حاجة بتسري كل الناس. يعني لما أنا أقول خبرتي وحد تاني يقول خبرته، خبراتنا تراكم الخبرات ده بيعلمنا كلنا، خصوصا في مواضيع زي التربية. طيب أستاذة ماجي بعد إذنك، يعني خلاص عرفنا بقى إن حياة عيلتنا عبارة عن إيه، ممكن نتعرف عليكي؟ طبعا. أوكي. نقول السي في مختصر.
حضرتك خريجه درستي ايه او كده؟ انا درست في الجامعه الامريكيه وعملت فيلم سنه 2008 اسمه منهم فيهم، كان بطوله اسر ياسين وفرح يوسف والاستاذه سلوى محمد علي. وبعدين من ده روائي قصير؟ ده روائي، لا يعني يعني مش قصير، هو كان ساعه. كويس. وبعدين عملت فيلم من 4 سنين اسمه عشم. الفيلم ده بطوله محمد خان الله يرحمه وامينه خليل ومجموعه كبيره من ممثلين، من منى الشيمي، ويعني كتير كان عظيم هو في 6 قصص عظيم. ففي ناس كتير. وصلتي للفيلم الاخير بتاعك اللي هو رجاله سند. رجاله سند ده او مش رجاله سند، رجاله سند ده فيلم، مش فيلم روائي، ده يعني فيديو طوله 6 دقائق دوكيومنتري او تسجيل. دوكيومنتري. حلو. ايه الهدف منه؟ انا عرفت ان هو الموقع ده هو اللي انتج لك هذا الفيلم. ده حقيقي. وانتجه في الاردن ولا هنا في مصر؟ لا هنا، هنا في هنا مصر. طبعا. عظيم. عباره عن ايه الفيلم ده وبيقول ايه؟ الفيلم ده انا نفسي لو قدرنا نعرض منه حته. هو هنعرض طبعا اكيد حته، ما دام جايبه لنا هنعرضه اكيد. في ناس سيدات ناجحات زي مثلا الاستاذه يسرى اللوزي، زي مثلا ساره عزيز، زي في ناس كتير قوي موجوده في الفيلم ده. هم ناس سيدات ناجحات، كل واحده بتشكر راجل سند ليها في حياتها. حلو قوي، حلو قوي قوي قوي. طيب طب استاذ طارق معانا الفيلم، طيب ناخد نعرض منه حته ولا جاهز؟ طيب اوكي، بيجهزوا الفيلم ونشوفه. اوكي. الفيلم قلت لي ساعه؟ لا الفيلم 6 دقائق. الفيلم 6 دقائق وهو يعني مبني على خبرات شخصيه من ناس حكت بصراحه يعني. وفي استاذ اسماء يحيى الطاهر عبد الله ويسرى اللوزي كلهم، وهاله مفيد سعيد وساره عزيز والاعلاميه دينا عبد الكريم. ماجي ازاي بتعملي يعني لما يبقى في شركه انتاج هنا بتتكلمي معاها فبيديكي كل الوسائل الممكنه لانتاج هذا الفيلم؟ اوكي، وفي نقاش طبعا للسيناريو او السكريبت يعني. طيب اتعاملتي ازاي في شركه اساسا مش موجوده هنا في مصر في الاردن؟ اتعاملتي ازاي؟ المنتجه سينثيا مدنات والمنتج شادي شرايحه هم اصدقاء ليا من زمان جدا، ودلوقتي عشان في سكايب وطرق كتير للتواصل كنا بنعمل اجتماعات بالتليفون. هما كانوا المبادرة جت منهم انه الدنيا زي ما تقول ضلمة جدا، يعني ما بنسمعش اخبار كويسة خالص وخصوصا فيما يخص الرجال. فقالوا يعني طب ما نعمل حاجة ايجابية. ففكرنا انه نسأل بعض الناس، في منهم مشهورين وفي منهم ناجحين في مجالاتهم، مشهورين في مجالاتهم، مين اللي دعمك، مين اللي سندك وكده. فكنا عايزين نعمل حاجة إيجابية، لما الدنيا ضلمة شمعة صغيرة بتنور كتير. حسيتي وانت بتتكلمي معاهم في الشركة هناك او الموقع هناك في الأردن انه مشاكلهم قريبة منا كمواطن عربي؟ يعني العالم العربي شبه بعض في حاجات كتيرة جدا، واعتقد ان هم ناويين يعملوا حملة مشابهة في رجالة سند في بلاد عربية تانية مش بس في مصر. هم بس ابتدوا بينا هنا يعني رجالة سند بارت 1 بارت 2 بارت 3 وكله بارت في بلد تاني. رجالة سند مصر اردن جزائر يعني. طيب يبقى اسمح لنا ماجي خلينا نشوف مع بعض جزء من الفيلم. طبعا احنا عايزين نتفرج عليه كله بس احنا فقرتنا كلها تلت ساعة، فنتفرج على جزء من رجالة سند. نشوف رجالة سند عاملة ازاي بالظبط. الستات عندهم قصص كتير عن ناس بتكسر مقادفهم، بس في كمان حكايات بترد الروح. سألنا ستات مميزة في مجالات مختلفة عن مين أثر فيهم. أنا من الصعيد من سوهاج. الناس طبعا في الصعيد يعني بتميل لخلفة الولاد. كنت راجعة مع بابا في العربية وبقول له وانا عايزه يعني اسالك سؤال وتجاوبني بصراحه، ما كانش نفسك يكون عندك ولد؟ قال لي لا خالص، انا بناتي جدعان قوي وبناتي عارف ان هم هيشيلوا اسم، يعني مش متضايقه خالص ولا كان يفرق معايا الموضوع ده. انا عمري وانا صغيره ما اتقال لي ان شاء الله يا رب كده لما تكبري وتبقي عروسه ونفرح بيكي وتلاقي ابن الحلال والكلام ده، انا عمري ما سمعت الجمله دي. بابايا عمر ما حسيت ان هو بيربيني عشان هيديني لواحد تاني او عشان يخلقني زوجة صالحة تخدم راجل تاني يعني خالص. وفاكرة كنت بسأله هو انت نفسك تشوفني ايه؟
كان دايما يقول لي نفسي اشوفك الحاجه اللي انت بتحبيها. عمر ما ضغط عليا ان انا لازم اعمل ده او لازم البنات تعمل ده. كنت بحس ان انا يعني ليا قيمه. بياخدني معاه المستشفيات واحضر عمليات من وانا عندي 3 سنين. بيجيبوا لي كرسي اقف اتفرج على العمليه في وسط اوضه العمليات. فهو حببني في الطب بطريقه غير مباشره، يعني عمره ما قال لي عايزك تخشي كليه الطب. وقت البدايات بيبقى اصعب وقت، انه تبقي اصلا انت مصدقه انه ممكن الحاجه اللي بتحلمي بيها وبتشوفيها في نفسك تبقى حقيقيه. وكان واحده من الحاجات الحلوه اللي كريس كان معايا من زمان قوي كده، من اول ما اتخطبنا كنا تقريبا في ثالثه مثلا جامعه. ففي وقت ما كان الناس لما بقول لهم اقول اصحابي كده عايزه اطلع مذيعه يضحكوا بصوت عالي، انا لسه فاكره صوت الضحك يعني، انه يضحكوا بصوت عالي، كان هو بيقول لي وليه لا. كنت في تاني اعدادي وجايه ملحق، احساس مخزي جدا، احباط ان انا شايفه كل حواليا بيتفسحوا وانا في البيت ما بنزلش. جات لي فكره مجنونه من فيلم شفته، ان انا بيع جرايد في المنطقه اللي انا عايشه فيها، ورحت كده بحماس قلت الفكره لبابايا، عجبته قوي وجاب لي عجله، جاب لي عجله عشان اعرف الف في المنطقه اللي انا فيها وبيع الجرايد بوسيله مواصلات سهله. ما سمعتش حاجه ليها علاقه بانه بعيب البنت تركب عجله خالص، ولا عمري حسيت انه في عيب ان انا اشتغل. وانا في تانية ثانوي حد كلمنا من شركه يوسف شاهين عشان كانوا بيدوروا على حد في سن صغير. اكيد من جوايا هبقى حاسه انه كان جات لي فرصه ان انا امثل مع مخرج مهم زي يوسف شاهين، وبابايا ومامتي قالوا لا عشان انا بنت، عشان حرام امثل، او عشان عيب، او عشان الناس هتقول ايه، او عشان يمكن لو مثلت مش هيجي لي عريس، او يعني فكل الحاجات دي ما كانتش فارقه معايا. اختي ارتبطت قبليه وهي اصغر مني بثلاث سنين. فاكره كويس قوي كميه الناس الموجودين في حياتنا كلنا اللي هم بيعزوكي دول، عارفه لما تبقي مش مرتبطه بيعزوكي عقبالك، طب ليه، طب مالك. فاكره كويس قوي بابا كان بيرد عليهم يقول له مش فاضيه، هي مش فاضيه بتعمل حاجات تانية. اكتر حد هيبقى دعمني في كاريري هو محمود. رجعنا لكم تاني ورجاله سند. انا عارف اماجي انك انت نفسك الفيلم كله الناس تشوفه، بس هم ممكن فعلا يخشوا على اليوتيوب ويدوروا عليه ويشوفوه بالكامل. أيوه. وهو فيلم يعني عمل مشاهده حوالي 1.5 مليون مشاهده يمكن في في في, في حوالي 10 ايام ولا اسبوع. صح كده؟ لو بعد اعتقد بعد 3 ايام كان عمل مليون. بعد 3 ايام عمل مشاهده مليون. ما شاء الله. طيب دعوه من نهارك سعيد ان الناس تتفرج على الفيلم. طيب انا عندي سؤال كده صريح وواضح، حاسس انه كل النماذج اللي حضرتك جبتيهم في الفيلم من طبقه قريبه من بعض قوي، ولا انا غلطان؟ ده سؤال كويس، ويعني مش سؤال يعني ملاحظه كويسه. وعندك حق طبعا. بكل صراحة شديدة ملاحظتي هي ملاحظة الإعداد لأنها قالتها لي. أوكي، عشان بدي كل حق ذو حق من حقه. طيب ما حاولتيش تفكري إن إحنا ننزل لمستوى يمكن أقل؟ هل أنت شايفة إن مثلا إنه لو المستوى الاجتماعي ده استضفنا ناس أقل هنلاقي إن الرجالة مش سند؟ الحقيقة أنا لما إحنا لما طلبوا مني نعمل الفيلم ده ourfamilylife.net قالوا لي انه عايزينه بسرعه جدا، فانا اول حاجه عملتها ان انا رحت لاقرب الناس ليا اللي في يعني اللي اعرفهم اللي اقدر اسالهم وليا دلال عليهم شويه، اقول لهم ممكن تصوروا معايا حاجه بالموضوع ده. فبعد ما صورنا وخلصنا قلت انا لو كان عندي شويه وقت زياده كنا عملنا مجهود نلاقي ناس من دوائر مختلفه. نعم. لان انا اعتقد انه في رجاله سند في كل الطبقات وكل البلاد وكل الاعمار، مش ناس يعني معينة، بس هو لما بتبقى مستعجل بتروح للي تعرفه. فده اللي حصل. أند برضو هي نماذج للمرأة، والمرأة في كل مجتمع هي المرأة. فيعني طب أقولك سؤال بدايرة تانية. إيه الحاجة المشتركة اللي ما بين اللي استضفتيهم في الفيلم الدوكيومنتري ده أو الفيلم التسجيلي ده، حاجة مشتركة من الراجل كان السند للمرأة، إيه الحاجة المشتركة؟ في كذا حاجة. أول حاجة إنه الرجالة اللي هم بيتكلموا عليهم دول كلهم ما حسوش إنه الستات دي ما تقدرش تشتغل شغلانة معينة أو تعمل حاجة معينة علشان هي ست، يعني ما كانش في تمييز مثلا
في البيت بين الإخوات بين الولد والبنت، ما حدش في الناس دي كلها اتعلم أقل من أخوه مثلا، ما فيش حد قالوا له لا ما تعملش كده، أو يسر لوزي زي ما قالت ما حدش قالها ما تمثليش عشان لحسن ما تتجوزيش مثلا، يعني ما كانش في تمييز عشان هم بنات. دي أول حاجة. تاني حاجة إنه الرجالة اللي بيتكلموا عنهم في الفيلم ده كلهم سندوا يعني بناتهم وزوجاتهم جدا في مراحل مختلفة وتحديات مختلفة، يعني ما حدش يعني كانوا مشجعين، ادوا ناس جناحات يعني مش كلبشوهم. عظيم. هل سبب انتشار الفيلم وإنه يعمل مليون تقريبا في 3 أيام، هل ده بسبب ظهور ناس معروفة في الفيلم ولا بسبب الموضوع نفسه؟ أعتقد أنه ظهور ناس معروفة بيساعد، لكن أنا حاسة أنه في بلادنا حاليا الناس مشتاقة تسمع حكاية سعيدة، يعني الناس عايزة تسمع قصة زي ما قلنا في أول فيلم، في حكايات بترد الروح، يعني إحنا على طول مشاكل وحروب وقتل فلما بتسمع أن في قصص حلوة وكمان تسمع قصص تقولك ان في امل وان الدنيا ممكن تتحسن وان المجتمع اللي بيقهر ده في حاجات كتير مش شرط يبقى كده دايما، وانه في نماذج مختلفة طرق مختلفة نقدر نعيش بيها، اعتقد ده بيخلي الناس تتبسط، يعني كلنا بنحب نسمع حكايات حلوة. وطبيعة المرأة برضو، يعني طبيعة المرأة طول الوقت نفسها ان الراجل بتاعها يبقى السند بتاعها طبعاً. اوكي، وان هو برضو يحقق لها جانب من النجاح الشخصي ليها هي، عشان كده متهيألي ممكن يكون انتشر بشكل كبير. ايوه طبعا، الستات كلها لما تتعرض الفيديو ابتدوا يعملوا تاج لراجل، وكتير قوي من الستات شكرت رجاله. نعم. يعني كتير يعني فده حاجه كانت مشجعه بالنسبه لي ان اشوف انه يعني الناس اللي بتعمل منشن وتاج لرجاله او ابوها او جوزها او اخوها بتقول له شكرا، يعني معناه انه في قصص ايجابيه كتير فحلو ان احنا نحكيها يعني. طيب، في فيديو خاص بموضوع التوعيه الجنسيه للاطفال صح؟ طيب مش الاعداد بيقول لي مش هنعرف نعرضه. طيب بس احنا اتكلمنا عنه. ايوه اتكلمنا عنه، والفيديو ده والفيديو التاني بتاع الإزاء الجنسي وفيديوهات تانية كتير. طب شفتي الفيلم ده؟ طيب اللي هو عمل 8 مليون تقريبا في شهرين. طيب كان بيحكي عن ايه بعد اذنك؟ انا اشجع الناس تشوفه لانه هو يعني هو فيلم توعوي، يعني بيدي توعيه للاهالي وللاولاد ازاي يحموا نفسهم من الإزاء الجنسي، لأنه يعني كتير قوي من المشاكل اللي بتحصل في الـ في الـ في الجزئية دي بتحصل عشان ناس مش واعية، مش عارفة إيه هو المفروض أخلي بالي منه، يعني سواء كطفل أو كأم. طيب طيب أنا عايز أتكلم بشكل عام بقى. الموقع ده في الأردن وبينتج أفلام دوكيومنتري عشان وعي وتوضيح ويشوف الحاجات السلبية أو الحاجات الإيجابية. انت شايفه ان ده عندنا في مصر او بشكل جدي في مصر؟ هل يعني وخصوصا ان هو موقع الكتروني يعني عن طريق الانترنت، مش مثلا شركه انتاج هتسوق حاجه للتلفزيون او الاذاعه، فاهم؟ انا اولا الموقع ده بينتج تسجيلي وروائي قصير، لان انا عملت معاهم مثلا فيلم في فالنتاينز داي في عيد الحب السنه اللي فاتت، كان بيتكلم عن يعني ولد عنده داون سيندروم، يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام. فهما بيعملوا في مواضيع مختلفه روائي وتسجيلي. اعتقد انه الانترنت ميزتها انها متشافه في كل الدنيا، في كل العالم. فحلو قوي انه يعني مش فارق اردن ولا مصر ولا السعوديه، يعني كلنا بنشوف مواقع من العالم كله. فده كويس. تاني حاجه انه في مواقع كتيره بيبقى هدفها تسويق لبرنامج تلفزيوني، تسويق لمنتج. بس انا بحب قوي موقع مدونه حياه عائلتنا لانها جايه من الاهالي، من ناس معنيه بالموضوع وهدفها فعلا التوعيه، يعني هم عايزين فعلا الدنيا تبقى احسن وعلاقات الناس ببعض احسن ويبقى في اجيال جديده احسن من اللي قبلها. يعني الصدق في هم ابتدوا بنوايا حقيقيه. اوكي.
ماجي شكرا جزيلا لك، انت كنت معانا النهارده في الحبتين الصغننين دول. ومعلش غصب عننا ان احنا ما عرضناش الفيلم الثاني، بس يعني مش عشان حاجه، عشان بس الوقت بتاع الفقره اللي هو الخاص بتوعيه المشاكل الجنسيه للاطفال، بس عشان موضوع الفقره يعني وطول الفقره. هو موجود، ناس تقدر تشوفه، اوريدي موجود على الانترنت، ممكن اي حد يبص ويشوفه يعني. المخرجة ماجي مورجان، مخرجة فيلم رجالة سند، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتينا يا فندم، ونشوف حضرتك تاني بإذن الله إن شاء الله. مرسي، شكرا ليكي. مرسي، شكرا. فاصل وراجعين حالا.